بسم الله وتوكلنا على الله. السلام عليكم الإخوة الأخوات، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم قلت غادي ندير الخرشف والزيتون مع الحيمات، وقلت نصورهم معكم ما فيها بس. إن شاء الله غادي كي دابا وقت البرد، يلا بدا الخرشف والخضرة تاعت وقت البرد تكون تبارك الله موجودة ومفيدة للصحة. كتولي البطاطا الحلوة، كيكون لاف، تيكون بزاف الحوايج. المهم اللي لقيناها نطيبوها باش نعاونوا المناعة. ان شاء الله اول حاجة غادي نحتاجو، راه كلشي كيعرف انا الخرشف ها هو خديته البنات اللي هنا في ايطاليا، راه كاين موجود دابا في السيلونغا وتيكون في المارشيات. دابا لي شي 3 ايام باش خديته وانا دايره في الثلاجة باش ما يخسرش، ما لقيتش الوقت فاش نطيبو. دابا قلت غادي نطيبو. اول حاجه غادي ناخذ ان شاء الله، غادي نشدو الحيمات، ها هما هي داير درتهم في الكوكوت، وغادي ندير عليهم شويه ديال زيت الزيتون كله، واللي بغى اي زيت، اللي بغى زيت المائده ولا زيت الزيتون صافي غادي نديرها. وغادي ندير معاها شويه الملحه، وغادي ندير شويه ديال البصله والثومه. ها هي، انا كنكثر شويه الثومه بزايد، اللي بغى يديرها اقل يديرها. هي البصله والثومه ديالنا غادي نضيفوها للكوكوت. صافي هي كي قلت لكم البصله غادي نضيفوها مع الحيمات ومع صافي، وغادي نخلوه يتقلى ونعاودو نطلقه، نخلوه يتشحر مزيان ونعاودو نطلقه. هنا بالنسبه لنقيه الخرشف، كلشي كيعرف ينقي الخرشف، هي بالنسبه للمبتدئين كاين بنيات اللي عاد جوجو باقيين صغار ما يعرفوش ينقيو، ما فيها باس انا نقي معكم خيط طريف. كنشد بانيو كندير فيه طريف الحامض، عصرته ودرته. الا ما كانش الحامض تقدروا ديروا حتى الخل، ولكن من الاحسن الحامض حيت كيبقى منسم. وغندير فيه من هذا الحامض اللي عندي هكا صافي. ولا ما عندكش الليقات حيت الخرشف كيكحل اليدين، نخلو هكا ما فيها باس طريفه الحامض، وكندوزو هكا على صباعنا قبل ما نقيو باش ما كيخليهمش لينا كحلين صافي. وكن ندير معاكم غير وحيده هكا صافي. اول حاجه كنشدو الخرشف بحال هكا وكنهبطو معاه، كنحيدو هادو اللي تيكونوا هكا، هاد السلوكه ديالو هادو صافي. وكنجيو هنا للوسط ضروري كنحيدو هادي هي اللي كتطلق المروره في المرقه. هاد تقدروا حيدوها غير هكا بيدينا هكا، هاد الجلفه اللي كتكون بيضه هنايا لداخل هادي هكا صافي. نهزو هاد الجليده اللي قلت لكم خاصها تحيد، ها هي ساهله كتبعنا شفتوها. لو بقات شي حاجه كنحيدوها بحال هكا بالموس، كلشي كيحيد ساهل ماشي سميتو صافي. وكديروا على الحجم اللي بغيتو نتوما، حيت هذا شويه ماشي عرفتوا الخرشف ديال اوروبا راه ماشي بحال ديال المغرب صافي. وانتم تحكموا في الحجم اللي بغيتو صافي. ورميو هنا هكا، بقاو حتى كيحيدوا دوك السلوكه صافي. وها هي بقات بحال هكا صافي. ونحطو ونكملو، تنكملو الكميه وكنخلوه في هذاك الماء والحامض وشويه الخل ولا شويه العصر الحامض، نخلوه فيه ما تيكحل ما والو، تنبغوا نرميه. هنا بعد ما تشحر لينا الحل ديالنا، انتم كي كتشوفوا ها هو تشحر،
تخلى مزيان. صافي غادي نضيفوا ليه هنايا داك شويه ديال الماء، هذاك البصيله اللي بقاش اللي كانايا هنايا الثومة، نضيفوا ليه واحد شويه الماء باش منين ندير القوام ما يتحرقش. صافي نديروا الكركم والفول الاسود صافي والزنجبيل، هادو هما الحوايج اللي غادي نديرو في المرقه ديالنا، ونديرو القزبر والمعدنوس. المعدنوس يديرو ولا كان القزبر بوحدو يديرو، ماشي ضروري يكونو مخلطين. هنايا كي كتشوفوا بعد ما تشربات لينا المريقه مع داك القوام، صافي غنديروا المرق. المرق كله على حسب اللحم اللي غادي ياخذ ليه الطياب، اللي اللحم صغير ما تكثروش المرقه، الا اللحم على حسب اللحم غادي ديروا المرق. صافي غادي نسد عليه هنا طرجره الضغط، طيب قرب يطيب، حيت انا الخرشف ما غاديش نسلقو، غادي نديرو باش نستافدو من كل شيء اللي فيه. غادي تقرب يطيب اللحم ونطفي عليه باش نرمي عليه الخرشف والزيتون ونساليو. المهم دابا غادي نسد على اللحم طيب ونطلقاو باش ما نحرقوش المراحل. صافي هنا بعد ما طاب لينا قرب يطيب، ماشي طاب طيبه كامله، قرب يطيب اللحم، غادي نرمي عليه هنايا الخرشف اللي نقينا. شتو هو ما تيكحلش اللي درتو ليه الحامض، غادي نرمي عليه، والماء ما تكثروش، هو ما تيبغيش المرقه بزاف. غادي نرمي الخرشف بهذه الطريقه عادي، وغادي نضيف عليه الزيتون والحامض مصير. هنايا الحامض ما كنحيدش ليه انا البابا، كتجي زوينه مع الخرشف ماشي بحال الدجاج محمر. صافي غادي ندير الزيتون هكا من الفوق، وندير الحامض مصير. صافي هنا ضروري بعد ما درنا رمينا كلشي ضروري ما نزيد واحد نص حامض هكا نعصرو، حيت الخرشف تيجي محمض هكا تيجي زويون. ما تخلوش فيه المرقه بزاف، خلوه تيتشرب مزيان. انا راه ما سلقتوش الخرشف، كيشتوني ما كنسلقوش باش ما يبقى كامل فيه كل شيء ديالو، ما نضيعو حتى حاجه، كلشي نستافد منه الذات. واللي بغى يدير بطيطه معاه، عرفتوا بالنسبه للدراري كاين اللي ما كياكلوش، انا مع هذا راه غادي نقلي شويه الفريك، حيت ولدي ما غاديش يبغي ياكل ليا الخرشف، تياكل الزيتون، وغادي ندير ليه شويه الفريت بوحدو. المهم اللي بغى يدير معاه بطيطه راه يديرها، راه هي تجي زوينه. صافي وغادي نسد عليه طيطيب ونطلق. هاي المريقه ديالنا ديال الخرشف بعد ما وجدات، شتا كي تجي المريقه هكا عاقده، من الاحسن ما تكثروش فيه المرقه، هتيجي رائع من ألد ما يكون. نتمنى ان شاء الله تجربوه والصحه والراحه، وكي قلت لكم تستغلوا هاد الوقيته اللي تتكون فيها هاد الخضار موجوده، ونتلاقاو ان شاء الله مره اخرى. وشكرا لكم، ما تنساوش تدعمونا باللايك والاشتراك ديالكم، وجزاكم الله خيرا، ونتلاقاو مره اخرى كي قلت لكم. شكرا لكم بزاف.